كلمت كابتن حسن شحاتة وقلت له انا هعتزل بعد المباراة. لا حصلش. وكابتن حسن طبعا علاقتي بيه طيبة جدا، وعلاقة من أكبر من أي تصريح يقال عنه، من الناس اللي أنا علاقتي بيهم طيبة جدا، هو مستر مانويل، طبعا الكابتن حسام، كل مدرب أنا اتعاملت معاه بكن له كل احترام، إنما ما حصلش حوار ولا حوار ولا مكالمة تليفونية. أنا آخر حاجة كنت دايما ببعت رسالة للناس أصحابي أو أعز الناس ليا في كل يوم جمعة، فهو من ضمن الناس اللي أنا ببعت لهم رسائل في كل يوم جمعة، من الشخصيات اللي أنا بحبها جدا، إنما ما حصلش كلام في الحوار ده لا ما خالص، حصلش. ده اجتهادات شخصية، الناس بتقول أي كلام. ما احنا حصلش. برضه هنحاول يعني نعمل مداخلة كده هتفرحك بإذن الله. طيب في ناس بتقول برضه إن لو كنت خسرت البطولة، لو كان الأهلي خسر البطولة كان ممكن تعلن اعتزالك، ناس من المقربين يعني. مين المقربين؟ ناس من ما المقربين انت من بقى. المقربين. انا قلت كده. لا يعني بص، انا حاطط هدف، يعني انا عانيت شويه، ما هكلمك بصراحه، انا عانيت شويه لما خرجنا من كاس عالم 2010، فلما تيجي ترتب الاوراق تاني وتبني هدف كبير تاني بتاخد وقت، وبتقعد مع نفسك وقت كبير عشان هل تقول لنفسك انت قادر على الهدف اللي انت هتتبناه تاني او هتشتغل ليه تاني ولا لا. فدي خدت مني فتره طويله وكانت مأثره على ادائي. كانت مأثره على ادائي بعد طبعا. الخروج من كاس العالم 2010 بعد المباراه بتاعت السودان. ايوه بالظبط. يعني جالي هبوط نفسي. بس في الوقت ده فكرت في الاعتزال؟ لا خالص. انا بقول شفت، لو انت مركز لا معاك انا الحوار مركز والله، والله انا مركز. بقول لك عشان تبني تاني اهداف ويبقى عندك طموح تاني، بس المهم انت تبقى صادق مع نفسك. فلما قعدت مع نفسي واستشرت ناس كثيره جدا، اولا هدف كاس عالم 2014 اول خاطره جت في دماغي، ما اشوف يعني كل بعد قبليها باربع سنين. قبلي يعني بص، ما انا بقول لك خدت وقت الاول، وبعد كده قلت بالظبط ان الهدف ده هو لازم احطه بين عينيا وبين قدامي، وخلال تاني اهداف تانية سنويه، اهداف قريبه زي بطوله دوري، زي بطوله كاس امم، زي بطوله افريقيا اللي احنا خدناها، فكل دي اهداف، انما الهدف الاكبر اللي انا حاطه بعينيا مصر ان شاء الله تبقى موجوده في 2014، واحنا الحمد لله بدايه كويسه في التصفيات، اتمنى ان احنا ان شاء الله نكمل ونبقى عندنا شايف نفس الطموح والاصرار الموجود عند برادلي. شايف ان مستر برادلي قادر على الوصول بالمنتخب؟ اتمنى ان احنا ان شاء الله، يعني العناصر الموجوده عندها الروح دي والجهاز الفني عنده الروح دي، فاتمنى بس تبقى الظروف مساعده، تبقى الجو ملائم ان شاء الله، يبقى فيه ماتشات كتيره، ماتشات وديه، احتكاكات قويه، لان احنا عندنا قماشه كويسه من اللعيبه زي ما بقول، الخبره والشباب والعناصر الموجوده، النجوم الكبار الموجودين. يعني انت يعني قرار نهائي منك ان بعد كاس العالم 2014 ممكن تعلن اعتزالك؟ ان شاء الله بس اشارك العب فيه. تلعب في، لو ما لعبتش هتلعب السنه ال 18 ولا لا؟ ايه؟ لا خلاص بقى. احنا نتمنى انت تفضل موجود في الملعب على طول يا كابتن محمد، الصراحه انت بتمتعنا يعني. طيب عايزين نخش بقى في الكلام التقيل بقى، يعني الكوره خلاص ليه علاقه طبعا بالرياضه، ولكن ليه فرضت على نفسك الصمت الاعلامي الرهيب اللي انت حطيت نفسك فيه من احداث بورسعيد لغايه ما جيت لنا النهارده، من 2 فبراير لغايه 22 نوفمبر، ليه الصمت ده؟ لا انا ما بس الناس بتزعل يعني. لا قول. انا دايما ما بحبش الظهور، يعني ما بلاقي مناسبه معينه زي الطوله زي كبيره زي دي ممكن تطلع تقول اللي انت عايزه، او انت تفضل تقدم للناس فكرك اللي انت كنت مقتنع بيه او الافكار اللي انت بتفكر فيها. ما بحبش الظهور كتير، بحب ان الواحد يشتغل كتير ويشتغل اكتر، لان ده زي ما بقول بياخد من تركيز الواحد غصب عنه، بياخد من تركيزه الفني. فاعتقد ان وبرضه في نفس الوقت كل ما تقول حاجه تفسر غلط، او تفسر مش التفسير اللي انت عايزه. ما عشان انت كابتن محمد، انا من وجهه نظري يعني، عشان انت بتكتفي بالكلام في ال... لا انا في, ب... في, ال... في الصحافه في المواقع، انما لو اتكلمت لا ما بتكلمش طلعت... حتى لا لو ما... لو طلعت بقى اتكلمت بنفسك اعتقد ان ده هيبقى يعني... بس الناس هتزعل منك يا شيتس. الناس برضو بتحب ان انت تشوف شغلك مش تشوف اقوالك، مش تشوف انت بتقول ايه. لا ما هو المشكله عندنا دلوقتي ان كله بيتكلم،
كله بيتكلم وعاوز يساعد وعاوز، بس فين الترجمه الحقيقيه في الواقع بما فيهم انا؟ ما فيش حد بي 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 بيشتغل بشغل اللي هو الايجابي، حاجه الايجابيه قليل قوي وقليل، ودي مشكله برضه موجوده عندنا في مصر. طب وده علاجه ان انت تقطع الاعلام او تقاطع الاعلام؟ لا مش قاطع، اصل خلي بالك يعني برضه انت راجل بتدي كل حد حقه، فالاعلام اكيد اداك نجوميه ولازم انت تكون متواجد فيه بشكل مؤثر. هبص في اسباب عشان تخليك موجود او الناس تعرفها، من ضمنها الاعلام، وده بنسبه كبيره وعامل اساسي طبعا. لا انكره يعني، وزي ما بقول انا دايما طبعي كده، طبعي ان انا ممكن تبقى سلبي او ممكن تبقى حاجه سلبيه فيك، انما طبعي دايما بقول انا ما بحبش الظهور الكتير، بحب دايما شغلك هو اللي يقدمك للناس، افعالك هي اللي تقدمك للناس مش كلامك. طيب الظهور اتكلمت عن افعالك هي اللي بتقدمك للناس، في خلال ال 10 اشهر اللي فاتوا او الفتره اللي فاتت زي ما قلنا من 2 فبراير ل 22 نوفمبر، في ثلاث مواقف او ثلاث افعال اثرت فيهم استياء وفيهم مش استياء. يعني الموقف الاولاني كانت بعد مجزره بورسعيد وموقفك من المجلس العسكري وهجومك على المجلس العسكري، وكمان يعني عدم رضائك ان انت تقابل المشير حسين طنطاوي سابقا طبعا. ده الموقف الاولاني. او زي ما اقول ايه؟ جاوبني عليه. لا هو موقف وعدى يعني، موقف طبعا ده نابع من جوايا يعني، انساني من جوايا. انت كنت حاسس ان هم يتحملوا المسؤوليه؟ اه طبعا. 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 مش هبقى برضو، مش هنقول حاجه دبلوماسيه، لانه دايما هم مع ان بكلهم كل احترام والمؤسسه العسكريه وكلها كل احترام وكل تقدير، انما انا مسؤول عن البلد، وجالي اخبار انه هيبقى فيه حاجه هتحصل او حاجه بنسبه ضعيفه موجوده هتحصل، وانا ما اتحركتش ليها، فانا شاركت بقدر ان انا سكت وما خدتش اي اجراء زي ما بيحصل دلوقتي. محمد محمود يتحمل جزء كبير من المؤسسه الرئاسيه لانها هي المسؤوله عن البلد، فلازم تتحرك. انت دلوقتي انا ما الناس انتخبتك ليه؟ عشان تبقى مسؤول، فلما تبقى مسؤول لازم يبقى ليك اجراءات زي اللي انت عملتها النهارده، اجراءات كل الناس بتشيد بيها لانها نبض شارع، انما كل حاجه بتحصل في البلد ما هو في مؤسسه لازم تسال عنها. ليه؟ لان دي دلوقتي زي ما بقول انت راس السلطه، ربنا سبحانه وتعالى هيجي يسالك. ما هو ده زي ما بقول رئيس الدوله جاي بفكر اسلامي، فالفكر الاسلامي نابع ان كل فرد موجود في الدوله، كل فرد موجود في مصر انت مسؤول عنه. كل ولا ما كلش، نام ولا ما نمش، اتعالج ولا لا. فده الفكر اللي انا اتربيت عليه، وده فكر المفروض للناس، الفكر اي انسان ملتزم مسلم هيمشي هيقول لك كده. فدلوقتي انت مسؤول عن كل حاجه بتحصل في البلد، وانت المفروض ان ايجاد حلول ليها، لان انا فرد في المجتمع مش هحل، انا هساعد في الحل، بس انت ما عليك انت القياده ايجاد الحل، ايجاد الحلول والوسائل، هل مناسبه هي للشعب عشان يقدر ينفذها؟ والله لو كانت للصالح العام الشعب عنده وعي انه هيشارك فيها وبقدر كبير، وفي نفس الوقت عاوزين ننحي الاهواء شويه بعيد وتقول في مصلحه البلد فين؟ مصلحه البلد انا رئيس دوله مش هاجي اعمل عكس ما يقال الشعب عايزه، لا انا جاي بانتخابات حره، انتخابات الشعب هو اللي جايبني، والشعب هو اللي جايبني، انا الجهه الوحيده المنتخبه حاليا بتتكلم باسم الشعب. فلازم زي ما بقول كل واحد يبقى على قدر مسؤوليته. كل واحد، انا دلوقتي مسؤول عن جهه معينه، مسؤول عن بلد، فانا مسؤول عن 90 مليون. مش عشان فئه معينه او حزب معين او فصيل معين، ويبقى هدفي الاول، لان انا فكر اسلامي مختلف عن الاخرين، ارضاء ربنا سبحانه وتعالى، لان انا واخد الحكم ده عشان ده سبيل ووسيله للتقرب الى ربنا سبحانه وتعالى، اللي انا اقضي حوائج الناس. في نفس الوقت انا راجل، ما هو ده اللي انا بقول، الاختلاف دايما بين اي فكر تاني وفكر اسلامي، الفكر الاسلامي الوسط دايما يبقى عنده ضمير، ضميره هو اللي بيحركه، علاقته بربنا سبحانه وتعالى هي اللي بتحركه، مش الاهواء ولا المصالح هي اللي بتحركه، فدايما النيه تبقى خالصه ربنا سبحانه وتعالى، اتمنى يبقى الاخلاص موجود، اتمنى البطانه الصالحه تبقى موجوده، البطانه الصالحه هي المعينه، اتمنى ان الناس ما تبقاش في محل النقد فقط، لا ولا النقد الهدام فقط، لا يبقى في نقد ومعارضه حقيقيه، يبقى هدفها الصالح العام،
وفي نفس الوقت إذا أحسنت المؤسسة الرئاسية فأقول لها أحسنت، إذا أساءت فعليها أن أقول لها أساءت. هي ده الصراحة. هنرجع لها تاني لأنك أنت يعني الظاهر أنك أنت سياسي محنك. والله أبدا، يعني سياسي محنك. لا ده يعني أنا